محمد عاملة لك مفاجأة. والله أنا بموت في مفاجآتك. قولي. أنت كان نفسك تاكل امبارح. نفسي إيه؟ نفسي أكل إيه؟ إحنا كنا عايزين يا مليون. إيه يلا. بيتزا؟ لا. ولا جمبري؟ لا. كان نفسك في طاجن ورق عنب بالكوارع. بس أنت ساعتها اتحججتي وأنت مش قادرة ألف ورق العنب. يوه ما هي دي المفاجأة بقى. هتعمليلي؟ تعملها بسرعة قوي قوي. الله دي خطيرة. اطلبها اونلاين؟ وبكام دي الاول؟ وانت هتدفع حاجة من جيبك؟ الكارت بتاعي اللي هيدفع. يبقى اطلبها بقى سريع. انت في الاونلاين. ماشي شكرا يا محمد. نعم يا لولو. الاوردر وصل بتاع ورق العنب. والله جه في وقت يا لولو انا جعان. لو بعتيني اتنين كمان لان هدي لاصحابي. كده يا لولو دي خفيفه قوي كده ليه؟ انت متاكده دي اللي شفناها في الفيديو؟ أيوة. يا خساره فلوسك يا محمد. ما هي مش بالخفيه دي بتعمل ورق عنب وبتعمل سمبوسه وبتعمل كرنب. تعالى بس انا هوريك. همشي معاك للاخر. بص يا سيدي هنحط الجهاز كده ونجيب ورقه العنب نحطها هنا ونجيب شويه الرز نحط كده بقى ولفها تطلع بسرعه. برافو يا لولو احلى ورق عنب شفته في حياتي. ما تتريقش بس انا صباعي اللي متعور فمش عارفه ادوس عليه. سلامة صباعك يا لولو. سيبيني انا بقى الطلعه دي هعمل زي الفيديو بالظبط لما تشوف اخرتها. كان بحط ورق عنب كده. ماشي شويه رز. بسم الله. ماشي بسم الله. هوب الله. ده بقى ورق عنب ده يا لولو ها ولا بتنجان؟ عايز اعرف انا. يبقى المكنة دي فيها عيب. عادي يا محمد بتحصل عشان كده بعت لنا تلاتة. ممكن كلامك يبقى صح بس خلينا نشوف كده. تعال كده شوف. نجرب الثانية. انا اصلا مش واثق فيها بس همشي معاك للاخر. يا شيخ التانية دي سليمة. انا همشي زي الفيديو بالظبط يا نور. ماشي وانت معايا. وانا معايا. هدي ورقة اهي. ورقة عنب اهي. صح كده؟ صح. حط بقى الرز معلقة واحدة نور. ايوه تندوفة. اه تندوفة. انا همشي معاك كده. ماشي كده صح ولا غلط؟ لا صح. لف بقى. ايه ده يا لولو؟ ايه ده يا لولو؟ ده المره دي ما طلعش بتنجان ولا طلعت اي حاجه. دي بايظه يا لولو؟ لا بص دي اكيد فيها عيب. يبقى الثالثه اللي شغاله. صدقني ده على اساس ان الاولى كانت سليمه. لا لا بس صدقني الثالثه هي اللي شغاله. هجربها لك. لا عندي دي. ماشي ماشي هسيبك للاخر خالص. بسم الله الامل في التالتة ان شاء الله. يلا يا سيدي فرجيني. نجيب بقى ايه الورقة كده. بس هو تقولي العيب من الورق ولا العيب من الرز؟ ما تستنى بقى. نجيب المعلقة. ده انا لولو جامدة يا لولو يا جامد. واحد اتنين تلاتة. بسم الله. هديها صبعة جميلة اهو. طلعيه. خلصت خلصت خلاص. طلع ما هي اخرها كده. انا اللي جبته لنفسي. بعدين محمد هو اللي قال لي اطلبيها. يلا يا خسارك فلوسك يا لولو. فلوسك؟ قصدك فلوسي. وعقابا ليك يا لولو هناكل النهارده محشي. يتقطع ايدك يا لولو يوم ما طلبت الاونلاين.